شوف الناس صوت، شوف الصوت كاين. مزيان. اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تيفي وعاجل وعلى المباشر. واش انسان هذا في الحقيقه متابعي قناه الشعب 50 اللي كيجر السياره بسنانه وعنده قدره خارقه ويقدر ينعس بها حتى الدجاجه، شكون اللي يقدر يتعش شكون اللي يقدر يتحداه؟ على فكره راكم معنا، الصوت الا تقطع ولا شي حاجه قولها لنا. وكنعتذروا من كل متابعي قناه شوف تيفي على هذا الانقطاع المتكرر ديال الصوت، لان ما عرفناش اش من يعني فين كاين الخلل، واش الميكرو ولا هذه. نحاولوا ما امكن يعني هاد 50 متابعي قناه شوف تيفي اللي غادي يقدر ينعس، عنده قوه خارقه اللي غادي يقدر ينعس هاد الدجاجه هذه وغادي يجر السياره بسنانه. نحاولوا نديروا محاوله. نشد لارجلي هنا، نشد لارجلي. كيف ما قلنا متابعي قناة شوف تيفي عاجل وعلى المباشر، عنده قوة خارقة وغادي يقدر أنه ينعس دجاجة على المباشر. هي دابا درنا ليها التنويم المغناطيسي، هذا التنويم المغناطيسي ديال الحيوانات. حنا نومنا دابا الدجاجة، وهذا راه ماشي سياح، ماشي شعوذة. ولكن دابا اش من رقم بغيتي باش تفيق؟ قول شي رقم اللي بغيتي. 5 فيقوا مع 5، نخليوها حتى 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 200 20. تبارك الله عليك، الله يبارك فيك اخي يونس. يعني كيف ما قلنا متابعي قناه شوف تيفي بانه يعني عنده واحد القوه خارقه وقادر انه يدير التنويم المغناطيسي الانسان. بالنسبه للانسان ربما اننا نقدروا نديروا معاه مثلا واحد القضيه، انه مثلا يقدر يدير لي التنويم المغناطيسي، لكن مبدا الانسان ربما انه يقدر يكون ذاك الشك ديال الكذب. لكن خسرنا متابعي قناه الشاب انه يكون التنويم المغناطيسي على الدجاجه، لان الدجاجه مسكينه ما عندها فين غادي تكذب. شدوها نعسات، حسب لها حتى 20 بطريقته الخاصة وبالالعاب ديالو اللي ما نعرف كيفاش، السحرية ولا لا حسب عاد الله. ما فيه سحر ماشي شعوذة، هو برمجة العقل، تحكم في العقل الباطني ديالها وديال الانسان حتى هو، تنتقل العقل ديالها تبدا تحكم في العقل ديالها وتبدا تنعس. تبارك الله عليك، حسبتي ماشي سحر ماشي شعوذة. وان شاء الله دابا غنديروا عندنا بزاف ديال سميتو عروض رياضيه تنديرهم، حيت انا محمد خليل بطل المغرب في الرياضه تحت الخوارق ومحترف في التنويم المغناطيسي واستاذ الكونغ فو الحاصل على الحزام الاسود دار السادسه في فن الكونغ فو في الفوداو ونائب الاتحاد الافريقي لهذه الرياضه. وقلت لي بانك تستطع انك تقدر تجر سياره بسنانك. وتنقدر نجري سياره محظوظه، نحطوا الدجاجه هكا، الدجاجه حتى الدجاجه. نشوفوا متابعي قناه شوف تيفي ان هذه السياره من نوع داسيا دوستر انه يقدر يجرها بالسنان ديالو. نرجعوها شويه للور لانها بحكم العقبه، ونشوفوا كيفاش غادي يدير لها. يعني نرجعوا مارشاريه. كيف ما قلنا متابعي قناة شوف تيفي انه كيقول بانه غادي يستطع يجر هذه السيارة فقط غير بالسنان ديالو. غادي نحاولوا ما امكن نرجعوا بالسيارة اللور ونخليوه متابعي قناة الشعب يجر السيارة بسنانه. واش غادي يقدر؟ واش غادي يقدر ولا ما يقدرش؟ وشكون اللي غادي يقدر انه يتحداه؟ بركة. من الضروري متابعي قناه شوف تيفي اننا غادي نحيدوا له فران امان، اكيد ان الفران امان ضروري خصو يتحيد.
وحتى بحكم متابعي قناة الشعب للتأكد أن السيارة مازال كترجع للوراء بحكم أنها جاية بالهبطة. ونشوف متابعي قناة الشعب واش أنه يستطع يقدر يجر السيارة بسنانه. واللي كيقول بأنه في الحقيقة عنده قدرة خارقة باش أنه يجر السيارة بسنانه. أكيد متابعي قناة شوف تي في وعاجل وعلى المباشر، واش إنسان هذا 50 اللي كيجر سيارة بسنانه عنده قدرة خارقة وكيقدر أنه ينعس حتى الدجاج؟ السيارة متابعي قناة شوف تي في من نوع داسيا دوستر، واللي 50 كيحركها بسنانه. حتى لي يعلم الجميع أن السيارة يعني جاية مسافة جاية في يعني واحد طلعة صغيرة ماشي هبطة. تبارك الله عليك تبارك الله عليك بركة. يعني كيف ما كتعرفوا درنا فرينا من متابعي قناة شوف دبي لأن السيارة تقدر ترجع لي للوراء. هكذا متابعي قناة الشعب حاولنا ما أمكن نشوفوا هاد الخمسيني اللي كيقول بأنه عنده قدرة خارقة كينعس أيضا الدجاج، وأيضا متابعي قناة شوف تيفي كيجر السيارة فقط غير بالسنان ديالو. أكيد أنه كيقول حتى شاحنة من النوع الكبير وسميتو لا 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 ولا حافلة، وعنده حلم آخر متابعي قناة الشعب اللي كيقول لك كيقلب أنه يقدر يجر طيارة إن شاء الله. تبارك الله عليك. ما عندي ما نتسالك السيارة يعني شفناها على المباشر أنك حركتيها، وماشي غير حركتيها جريتيها بسنانك. وكما قلنا الحمد لله الشراه هي دارة ماشي شعودة، حاشا معاذ الله. وهادشي تخدم الرياضة والطاقة الداخلية، لقات الإنسان إلا عرف كيف يخدم الطاقة. وأي واحد راه ممكن يدير بحال هكا، ولكن خصو الرياضة. والهدف ديالنا حنا من هذه الرياضة في هذه المنطقة ديالنا في الجنوب الشرقي بخصوص مدينة بومندال تخدمتين غير هو التأثير ديال التلاميذ، حيث كما قلت لكم قبيلة أنا راه وصلت لاج ديالي 52 عام بغينا نأطروا الدراري، والحمد لله مع الرياضة. والهدف ديالنا باش نأطروا الدراري حتى هما على الأقل غتوصل واحد البلاصة فراغة تاعيا، وكما يقول مثلا العقل السليم في الجسم السليم. وتنشوفوا دابا المناطق ديالنا ولا فيها ظاهرة الانحراف وكان التدخين والتعاطي للمخدرات. حنا تنحاولوا باش ننصحوا الشباب باش يمارسوا الرياضة لأن العقل السليم في الجسم السليم. تبارك الله عليك. غير يعني انك تجر السيارة بسنان، شنو هي الحوايج الاخرين اللي قلت لك؟ الحوايج تنعس على السيوفة ماضيين، تنعس على المسامر، تنعس على الدجاج، تنتمشى على الدجاج، وتنعوج الحديد ذاك المبروم ديال البني بعنقي، وتنعرفوا ديال البريك على راسي وعلى ظهري. وتنزر الشاحنات والحافلات. ومؤخرا درت واحد اخر تظاهرة وحطيت فيها واحد رقم قياسي عالمي، ولكن بدون ماشي جراتويت، مع واحد الجمعية تنزلوا على الراس. وان شاء الله في 7/8 في الشهر 7 راه عندي تظاهره بجهه تاونت ان شاء الله، وغادي نحط واحد رقم قياسي هو 300 درجه ناريه ان شاء الله. وكاين القناه ديالي اللي بغى يدخل القناه ديالي ديال اليوتيوب راه محمد خليل بومال، واللي بغى يتصل بيا في هادشي ديال التنويم المغناطيسي على قاش هادشي هو كي تدير باش تحكم في العقل اللاواعي ولا العقل الباطني. لان العقل اذا تحكمت في العقل الباطني راه اي واحد تقول له شي حاجه تديرها اوتوماتيكمون. واش هذا الشيء يعني خلوق ولا انك تدرب؟ هادشي راه التدريب، هادشي راه التدريب. راه لا بدا اي حاجه راه تبدا من الصغر ديالك، راه التدريب من الصغر ديالي من 50 وانا تنتريني من 50 وانا تنتريني. ديك الساعه يعطي بادي حدا الواد، ولكن مؤخرا الحمد لله كاينين اللي صال. وكان واحد الاستاذ تنشكرو له الشكر، هو المدير التقني ديالنا السي ابراهيم وهابي بمدينه الدار البيضاء، وتنشكر السي محمد بن مان بمدينه العيون. تبارك الله. وغنشوفوا انت السي نسبة مع قناه شوف تي في، ما عمرك عرفتيني. وتنتا نجربوا معك واحد اللقطه ديال التنويم المغناطيسي نشوفوا على المباشر. درنا الدجاجات نعزوا، درنا الدجاجه انتم شو الدجاجات انت غنديروا معك. وما تكذب على الناس، حنا راه بغينا الحقيقه ان شاء الله. نعم. علاش متابعي قناه شوف تي في اختارينا انه تكون دجاجه؟ دجاجه ما عندها فين غادي تكذب. مازال انني ربما نقدر نقول واخا ما غاديش نكذب، ربما ان الانسان يقدر بالطبع ديالو انه يقدر يكذب، لكن اختارينا الدجاجه باش يكون التنويم على الدجاجه. الدجاجه ما عندها مسكينه فين غادي تكذب، نعسات الدجاجه وحسبلها حتى 20 وفقت. واش فايقه ديك الدجاجه ولا مشات؟ فايقه. عندي ما تسال. شوفوا نجربوا مع السي يونس واخا واخا تا
حاول دير ديك هكا هادو خرجهم زيد زيد كولا زيد حاول شوفوا ها بعد ما تقول لها تنكذبوا هذا الشيء ولا تمثيل حاجه مع الله شوف غنحسب ليه طلع 10 غادي تحلوا ليه 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 20 10 تحلوا ليه ما تكش دا عندك يا خويا شي حاجه نحيدها حاول حاول تحيدها حاول فيك حاول تحيد ديك ليه حاول حيد ديك ليه ها وحيد هذا زرها مزيان شوف باش تشوف هاد الشيء راه ماشي كذوب هاني تنجرها زيد زر والو باش غزر ها عندي باش نجر ما عندكش زر صافي راه هادي اسمع ثلاثة غتحيد واحد جوج ثلاثة حسب لي واحد حتى لخمسة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة صافي غيمشي الصوت غتلو لي زيزون حسب لي واحد حتى لخمسة هدر غوت بجد هدر غوت عاود على حسابي غوت قول واه غوت أرجع لك الصوت شوية طوط فين ساكن طوط فين غادي طوط زيد هنا الطوط دير هكا دير كاز هكا زيد زيد عندي لك كولا الله يعاون زيد اجي لعندي اجي والو ها والو والو لا والو هذا هو التحكم في العقل اللاواعي والعقل الباطني لقاش كما قلت لكم عندنا العقل الواعي وعندنا اللاواعي لا ها نفكك شحال غتعطيني؟ ويرفكني بعدا ونشوف شحال نعطيوك يرفك صافي ان شاء الله صافي غنفكك وترجع نورمال ديالك كما كنت في الاول ان شاء الله تولي لك نورمال غنحسب لك ثلاثه غتفك ولكن غتولي ناش غتضحك بالجهد واحد جوج ثلاثه بركه تحكم في العقل الباطني يلا دابا عشرة تولي نورمال ديالك ان شاء الله واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة كي جاك هادشي سي يونس هضر ما تكذبش ما تكذبش على الجمهور ومتابعين ديال القناة ديالك ما عندي ما نساك في الحقيقة ما عندي ما نساك شفت يعني شفت الطريقة في الدجاجة هي اللي خلتني أنه يبرد العجب كيف ما كيقولوا شفت كل ما نعسي الدجاجة نقدر نقول أن الإنسان غادي يقدر يكذب ولا هذا ولكن حيت نعسات الدجاجة وتحكمتي في الدجاجة ودرتي بزاف ديال الحوايج بالدجاجة اللي هي يعني كاين فيديوهات مصورة اللي غادي نقدروا نرسلهم ان شاء الله للقناة شوف تي في باش انه كلشي يتضح وايضا تجربة فيديوهات مصورة وعلى البث المباشر دجاجة نعساس وحتى انا كولاني مرحبا انا بغيت نعرف يعني واش ك يعني ما كتخدموش شي كلمات ولا لا لا الحسم يا عبد الله ما كاين لا كلمات لا شعواده لا شي سيح تتحكم في العقل شوف الطريقه اللي تديرها خصك تحكم في العقل ديال الانسان وعندنا العقل ديالنا راه تكون فيه 100% ولكن حنا كنخدموا دابا 2-3% خص الانسان يحاول يخدم عقله مزيان سواء في القرايه سواء في اي حاجه وهذا الشيء هادشي ديال الطاقه عندي الحمد لله المصرف هادشي ديال الطاقه قريت عند واحد السيد مثل الله تكرم بخير قريت عند واحد شي ايامات فسميتو في حسان في الرباط ولكن هادشي ديال التنصير اخترعته من راسي زعما كنت نقرا الكتبه واللي بغيت يتعلم يجي عندي هادشي انا نعلمو الحمد لله انا شوف انا ما غنخبي على شي واحد ولا ندير شي مدرسه نبقى نطلب الناس الملايين ولا لا اللي بغى يتعلم يجي عندي ما كتخدمش مع الجن لا لا حشم يا عبد الله لا لا انا داكشي ديال الجن انا ما تنامنش به واللي بغى يجي يجرب هادشي ويجي مرحبا به ومثلا كنشوف مثلا شي كنشوف كيف تيصطفوا شي وحدين تاخذ ما عرف واش شي شعواده بحال هذاك اللي تيحسن بحال هذيك اللي تتكون تيكون معاه الجن سميتو انا مستعد باش نجي للبلاطو جيبوا لي كاع دوك الناس نتحداهم في البلاطو يعني انت غادي هذا تحدي على المباشر المتابعي قناه شوف تي في وبي كيقول لك كيتحدى اي واحد كيدير هاد الامور هذه كيتحداه على المباشر في اي بلاطو وي وكان واحد وكان واحد في اسفي قال لي كتا يدعي بلي تيداوي حتى هو انا شو سميتو راه سيفط لي شحال من مره راه هضر معايا راه هو راه مستعد باش نمشي عنده على قاش قال لي كتا غسل يديه بالمنقاط ديال 40 وتتمشي الطومبيله بالطاقه راه هادي راه ما يتقبلها لا كيفاش تمشي الطومبيله بالطاقه اش منطقه اش منطقه هذيك الشيء راه ما امنت به ومازال غنمشي عنده ان شاء الله مع شوف تي في باش نديروا اللايف عنده فاس في مدينه اسفي ان شاء الله شنو هي الرساله اللي تبغى تقول لساكنه بومندات وجميع المغرب اش غنقول الناس ديال بومندات الحمد لله صرف لينا راه عندنا مواهب
خصنا نهزو بيديهم، راه عندنا مواهب في منطقه بومندات هم، وحتى حنا تنطلبوا من المسؤولين باش يتعاونوا معنا باش نوصلوا. والهدف ديالنا الا وصلنا ان شاء الله حطمنا ارقام قياسيه عالميه. غادي نحاولوا ما امكن نكمل، غادي نحاولوا ما امكن اننا نرجعوا عاوتاني السياره. مرحبا، دير اللقطه الاخيره واخا ان شاء الله. كما قلت لكم ان شاء الله الهدف ديالنا باش الى ان شاء الله تحطمنا ارقام قياسيه عاليه في الدول الاوروبيه ان شاء الله، باش نجيبوا العمله الصعبه باش نديروا هنا مشاريع للشباب، نديروا شي مدرسه ان شاء الله الرياضه، ونجيبوا الماتيريال للدراري. هذا هو الهدف ديالنا. وبهذا المسابقه كما قلت لكم تنشكر والديا هما اللي دعموني، والاخوان ديالي اللي كاين خليل تامي، خليل دريز، خليل السعيد، وكاين الاخوات ديالي، والوالده ديالي حتى هي تنشكرها، حتى هي تعاوني بزاف وتدعمني. وتنشكر الاخ السي الحسين ايت الحو، وتنشكر واحد الاخ ديال واحد الصديق ديالي، الصديق العزيز عليا هو السي حميد التهو في الديار السويسريه، حتى هو راه تيدعمنا وتيدعم الوليدات وبغى الخير لهذ البلاد. واشنو اخر، وتندعموا وتنشكر السيد مولاي الحسن العمراني سياره التعليم، سياره مدرسه العمراني لتعليم السياقه. وتنشكر السي ابراهيم ايت القاسح رئيس مجلس اقليمي على الدعم ديالو حتى هو، والسيد المستشار البرلماني السي المدني وملوك تيدعموني، وتنشكرهم جزيل الشكر. وتنشكر قناه الشعب، قناه شوف تي في على هذه الاستضافه، لانها لاول مره برزوني في هذه المنطقه. وتنتمنى من الصحف الاخرين اللي بغى يجي عندي مرحبا به ان شاء الله. وان شاء الله غنديروا دابا اللقطه سميتو ديال سان، انتم تشوفوا هذه راه ماشي هبطه، هذه انت تشوفوها هنايا راه طلعه، هذه راه ماشي هبطه، تنطلقوا بلا تتمشى، فهمتي؟ ممكن الله يعطيك الخير حيدنا في رنامير باش ان حتى المتابعين يعرفوا. نحيدوا متابعي قناه شوف تي في في رنامير السياره باش تعرفوا بان السياره كتزيد للوراء لانها فهبطه واحد شويه. صافي ماشي مشكل. كيتحكم فيها متابعي قناه شوف تي في فقط غير بالسنان ديالو، وهكذا كيتم جر السياره فقط غير بالسنان نتاعو، وايضا كيجرها حتى بصبعو الصغير. يعني باستخدام صبع صغير، يعني باش يتاكدوا متابعي قناه شوف تي في بان فقط غير صبع صغير باش انه كيجر. ممكن تسند بارك الله عليك. رانا ما عندي ما نسالك. وتشكر كاع الطاقم ديال شوف تي في على هذه الاستضافه، الشكر. كما قلت لكم الهدف ديالنا هو اعلاء الرايه المغربيه تحت الرعايه السبيه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده. تبارك الله عليك. ولدي محمد السيد. تبارك الله عليك. وكا 50 سنين اللي كنشوفك انا كشاب مازال الحمد لله محتفظ على اللياقه البدنيه ديالك، ومازال الحمد لله يعني محتفظ على هذه الممارسه اللي كدير، يعني هذه القوه تبارك الله اللي كدير، وهذه الممارسه اللي كدير بانك خديتها فقط من اللي كانت عندك 5 سنين وانت غادي بالتدريبات المستمره باش انك تجر السيارات بحال هكا. شنو هو الطموح ديالك؟ والطموح ديالي ان شاء الله راه ان شاء الله تمنيت ان شاء الله الى كمل الله بخير وعلى خير ان شاء الله باش نكمل هادشي ديال المسير اللي بقات عندي ان شاء الله في الديار الاوروبيه ان شاء الله. امنا ان شاء الله في 2024 ان شاء الله تمني تنخرج لبرا ان شاء الله. كما قلت لكم الهدف ديالي ماشي انا بغيت الفلوس، باغي نجيب المشاريع لهذه المنطقه ديالنا، لهذه البلاد ديالنا السعيده، بومندات ولا اقليم كينغير ولا جهه درعا تافيلال، حنا باش نساعدوا الدراري بناء مدارس ديال الرياضه. هذا الموتور هذا نوقفوه. لا السلام عليكم. لاحظ واحد الدقيقه اجي نشوفوا هنا. السلام عليكم. لا دير امور مزيان، وين نديروا عفاك؟ وين نديروا واحد التجربه؟ لا في هذه اللقطه الموتور. اجي نشوف، اجي راكم بلا الموتور توريت اللقطه نشوف. شوف يعني على المباشر متابعي قناه شوف تي في، يعني جا صدفه، وكنا تداولنا. شوف فيها
كنا تداولنا متابعي قناه شوف تي في بان ايضا حتى يعني تريبورتور ولا سميتو يكون مضيماري، غادي يكون مضيماري ياك مضيماري يعني غادي يكون مضيماري وغادي يكاليه هو بيديه، يعني ما غاديش يخليه يدوز. هذه هي القوه الخارقه متابعي قناه شوف تي في اللي عندنا صافي. لا ما غاديش تبان انت راك داير الكاسك، داير الكاسك، داير الكاسك. ثاني كيف ما كتشوفوا متابعي قناة الشعب هو على المباشر. زيد زيد تبارك الله عليك تبارك الله عليك. ما عندي ما هذه ما كانتش في الحساب متابعي قناة الشعب، ما كانتش في الحساب، ما كناش غادي نديروها، لكن مع مرور هذا التريبورتور من هنا من هذا الشارع الا وانه تمت التجربة وتمت التجربة بنجاح وقال له تبارك الله عليك. اكيد في دورنا هذا كنقولوا له حتى حنا تبارك الله عليك، ما عندنا ما نترك ومزيد من المسيره موفقه ان شاء الله، مزيد من التالق والله ييسر لك الامور ايضا لجميع المتابعين داخل الوطن وخارج ارض الوطن. كلمه اخيره. كلمه اخيره نبلغ التحيه ديالي للاخوان ديالي خليل دريس اللي ساكن في مدينه رين بفرنسا، وخليل سعيد خويا حتى هو اللي في فرنسا، وتنوجه ثاني التحيه لاخ ديال اختي السيد وغنيم سعيد اللي في الديار الالمانيه، وتنوجه واحد التحيه ديالي كبيره للصديق ديالي والاخ ديالي سي حميد التهو الساكن بالدوار بالديار السويسريه، هو اللي تيدعمنا تيدعم الوليدات الله يجازيه بخير، تيدعمني في اي حاجه ماديا ومعنويا، تنتمنى ليه التوفيق حتى هو في المسيره ديالو. ومول الدجاجه حتى هو تنشكروه، السي الحسين اللي جا معنا اي الحوت تنشكروه حتى هو، وان شاء الله وسلام ديالي وسميتو التحيه ديالي تنصيفتها كاع الناس ديال بومال ندات، وتنقول لهم تبارك الله عليكم، وتنشكر الجمهور ديالي سواء داخل المغرب وخارج المغرب ارض المغرب وخارج ارض الوطن. وكما قلت لكم اللي بغى يدخل القناه ديالي ديال اليوتيوب باش يشوف راه كان العجب المتعه جبت تماك الزران ليكاس تنعوج الحديد، يدير محمد خليل بومال بالفرنسي ولا الفيسبوك ديالي محمد خليل، ولا بغى الرقم ديالي 00212601332555، ومازال غنديروها في القناه ان شاء الله. تبارك الله عليك. تبارك الله السيوز. الشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات داخل الوطن وخارج ارض الوطن. من بعد قناه الشعب حط الريحه ربي بومال دات حيث استضاف متابعي قناه شوف تي في 5 سنين، اللي بالحقيقه اراه شابا تبارك الله عليه، بنيه يعني قويه وما عندي ما نتسالو لانه مارس هذه الرياضه هذه وتدرب عليها، وكذلك متابعي قناه شوف تي في على اساس انه استطاع انه يجر السيارات وايضا تاع حافلات وشاحنات، والحلم تاع ديالو انه يجر الطياره حتى هي جبدها من السماء ان شاء الله. ان شاء الله دسيوز. تبارك الله عليك. وتنطلب الكتابه بمارسوا الرياضه، الله يجازيهم بخير، مارسوا الرياضه والابتعاد عن المخدرات والادمان على المخدرات، رقم الشرطية ديال الوقت، صحيح. العقل السليم بالجسم السليم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا لكل المتابعين، ونراكم متابعي قناه الشعب في حلقه اخرى وبث اخر باذن الله.